اول اكله النهارده معانا ان شاء الله طاجن الخضار باللحمه المفرومه، ينفع يبقى بالفراخ وينفع يبقى من غير حاجه. النهارده عاملينه بطريقه بسيطه وسهله هتعجبكم. اول حاجه في طاجن الخضار باللحمه المفرومه معانا نص كيلو لحمه مفرومه متعصجه جاهزه، انا معصجاها. نص كيلو كوسه شرايح، ربع كيلو فاصوليا خضراء متقطعه، كوبايتين بسله خضراء، جزرتين متقطعين قطع، حبه كبيره بطاطس متقطعه مكعبات، حبيتين بطاطا او حبايه واحده كبيره بطاطا متقطعه مكعبات، كوبايتين عصير طماطم، معلقتين صلصه طماطم، 3 معالق كبار زيت، ممكن يستبدلوا يبقوا سمنه على حسب الرغبه او زبده وزيت براحتكم خالص، مكعب مرقه، ملح وفلفل اسود وحبهان للتنكيه علشان يبقى الاكله معانا طعمها حلو. هنقول اول حاجه بسم الله وهندي الخضار تشويحه على النار. بسم الله، هنا كده الحله. بسم الله الرحمن الرحيم، نزود بقى النار عليها. هنا انا معايا اللحمه المفرومه، انا معصجاها ببصله كبيره، حطيت البصله يا دوبك دبله البصله، نزلت عليها نص كيلو لحمه مفرومه، شوحته كويس جدا. بعد ما اللحمه غيرت لونها حطيت لها ملح وفلفل اسود ونص معلقه صغيره كبابه صيني او البهار الحلو وبشره جوزه الطيب للتنكيه، وطبعا الملح والفلفل اساسي.